اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الى هذه الحلقه الجديده من برنامج معا نستطيع بودار، نقدمها لكم من استوديو الميادين في بيروت. واهلا بك ابرام في لبنان. شكرا علا، وشكرا ايضا لكل زملائنا في قناه الميادين على حسن ضيافتكم المعتاد. سنتحدث اليوم عن فيدل كاسترو الذي قاد العديد من الانتصارات خلال 56 عاما من الثوره، انتصارات لا يحتفل بها الكوبيون فحسب، بل لقد شهدنا في الأيام التالية لرحيله كيف أن آلاف الأشخاص في العالم أجمع عبروا عن امتنانهم، وآخرين اعتبروا أنهم مدينون له بحياتهم. عبارة أنا فيدل التي رددها المشيعون لرمادته أثبتت أن النضال مستمر تماما مثل ما كان في البداية، وقد قرروا التحرك ليؤكدوا من دون أي شك أن الإنجازات الثورية ستبقى صامدة في وجه التهديدات الدائمة. تماما أبراهام، رحيل فيدل كاسترو آخر الرجال العظماء والقادة الثوريين في القرن العشرين، كيف أثر في العالم العربي، وما هو الإرث الثوري الذي تركه للشعوب التي تعاني من الظلم وتقاوم من أجل الحرية والكرامة؟ ومعنا في هذه الحلقة الرئيس السابق للحزب السوري القومي الاجتماعي السيد جبران عريجي، ومن الجزائر عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني السيد الصادق بقطايع. جبران عريجي، مواليد صغرت لبنان عام 1951، انتسب إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي عام 1970، وعمل في مجلة الحزب عام 1974. هاجر إلى أمريكا اللاتينية عام 1975، ثم إلى فرنسا عام 1977، وعاد ليستقر في فنزويلا عام 1978. استقر في لبنان عام 1990، ترأس الحزب السوري القومي الاجتماعي بين عامي 2001 و2005. الصادق بقطايا من مواليد مدينة سوق هراس الحدودية الجزائرية عام 1949، متخرج في كلية الحقوق، محام سابق، صحفي سابق في جريدة المجاهد، وكان يشغل منصب المدير العام للعلاقات الخارجية مع الدول العربية. تقلد عدة مناصب برلمانية لثلاث مرات، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الجزائري، حاليا هو عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني. أهلا بكم ضيوفنا الأستاذ جبران عريجي والأستاذ الصادق بقطايا من الجزائر. أبراهام، سنبدأ هذه الحلقة بأبرز المحطات في حياة الزعيم الراحل فيدل كاسترو. ضيوفنا ومشاهدينا سنعود بعد هذا التقرير. فيدل كاسترو روس، ولد عام 1926 في بيران كوبا. عام 1950 حصل على إجازة في القانون المدني والقانون الدبلوماسي. عام 1953 قاد الهجوم على ثكنة المونكادا في سانتياغو وثكنة بايامو للسيطرة عليهما، لكن الهجوم فشل واعتبر الشرارة الأولى للنضال المسلح ضد باتيستا. اعتقل كاسترو وحكم عليه بالسجن 15 عاماً. عام 1955 صدر عفو عن كاسترو، فأسس حركة 26 من تموز لمواصلة نضاله، واتجه مع شقيقه راول إلى المنفى في المكسيك، حيث تعرف إلى إرنستو تشي غيفارا. عام 1956 أبحر كاسترو مع 81 مناضلا على متن اليخت جرانما، وكان الإنزال على السواحل الجنوبية في كوبا، فألقي القبض على عدد من الثوار واستشهد عدد آخر. فشل الانقلاب الذي كانت تعد له الولايات المتحدة، وهرب باتيستا تاركا البلاد. عام 1961 الولايات المتحدة تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع كوبا. الثورة الكوبية تلحق الهزيمة في خليج الخنازير بالجيش المعادي للثورة الذي سلحته ودربته واشنطن. عام 1962 اندلعت أزمة الصواريخ بعد تركيز منصات صواريخ نووية سوفيتية في كوبا.
واشنطن تقرر فرض حصار بحري على كوبا. كاسترو يرفض دخول المراقبين الأمريكيين لمتابعة قضية الصواريخ منعاً للمس بالسيادة الكوبية. عام 1990 نظم وأشرف على عملية إرسال عشرات الآلاف من الأطباء والمعلمين والفنيين الكوبيين لتقديم خدماتهم الإنسانية وخبراتهم فيما يزيد عن 40 بلداً من دول عالم الجنوب. عام 2016 في 25 من تشرين الثاني نوفمبر وفاة الزعيم التاريخي للثورة الكوبية عن عمر ناهز 90 عاماً، وتجدر الإشارة إلى أنه تعرض خلال حياته لأكثر من 630 محاولة اغتيال. أستاذ جبران، رأينا يعني بعض أبرز المحطات في حياة الراحل فيدل كاسترو، هذا الزعيم الثوري الكبير والقائد. برأيك ما الذي حول فيدل كاسترو إلى زعيم وقائد ثوري ورمز للثورة ليس فقط للكوبيين بل للعالم أجمع؟ أولا إذا بدي اختصر الكلام، شو هي المعادلة الأساسية اللي صنعت منه زعيم تاريخي؟ يمكن باختصرها بكلمتين وبقول أنه كلماته كانت على قد خطواته، يعني ما كان في فارق بين مشروعه النظري ومشروعه العملي، كان في نوع من العلاقة الجدلية العضوية بين فهمه النظري، بين نظرياته الفكرية والسياسية وبين نضاله. يعني كان عنده جاذبية وسحر يغطي فيه كمان أعمال مجيدة، مش كلام ساحر تغطى فيه أعمال سيئة، لا، كان كلام ساحر يغطي عمل نبيل. هلأ لا شك أنه الثورة واجهت تعرجات، واجهت بعض الأزمات مثل أي مشروع سياسي، لكن باستطاعتنا أن نجزم ونحسم بأمر وحيد، أنه كان في مزرعة اسمها كوبا تحولت مع فيدال إلى وطن. هذه شغلة كبيرة ومهمة ومفصلية. هلأ طبعا الوطن واجه مجموعة أزمات لأنه كان في حصار إمبريالي غربي أمريكي كبير، وفي حملة من التشويه خاضتك كل البروباغندا الغربية الأمريكية لضرب هذا المشروع باعتباره كان بشكل خطر على الحديقة الخلفية لأمريكا، فجندت ودفعت الأموال الباهظة لتعطيل هذا المشروع، لتشويه سمعة هذا المشروع الفكري، لتقديمه وشيطنته بشكل مستمر ويومي، إلى جانب المؤامرات الأمنية العسكرية اللي استهدفت تصفيته جسديا للرجل. هذا شو أدى؟ أدى أنه استمرت العدالة في كوبا، لكن بدأت الحرية تختنق تدريجيا بحكم هذا الحصار الكبير. من هون يعني خلق إشكالية في كوبا، مشان أنا أكون كتير موضوعي، هي أنه كيف نستطيع أن نحمي هذه العدالة الاجتماعية اللي كرست الثورة وأن نبقي على جذوة الحرية عند الكوبي. أعتقد هون كان التحدي الكبير بهذا الأمر. لا شك كمان، خلينا نكون موضوعيين، أنه الثورة فيها كتير من الشعر، أما الدولة فيها كثير من النسر. يعني إذا بدنا نقول أنه دائما في شعر أكثر بالثورة، الدولة تخضع للنسر أكثر، يعني للأشياء البعيدة شوي عن الرومانسية وعن الرومانتيكية. وأعتقد مش بس الثورة الكوبية، كل ثورات العالم عندما تتحول إلى دولة تتغير شروط العمل وشروط التغيير وشروط الأمور. رغم هذا حرص فيدال أنه ما تاكلوا فكرة الدولة، وأنه تضل الثورة هي البعد الحقيقي لهذه الدولة. يمكن كمان هيدي من أحد عبقرياته، أنه كيف يقدر يحافظ على فكرة الثورة رغم ضغوط فكرة الدولة عليه. يعني كمان هيدي مسألة كانت مفصلية وأساسية فيه. بس أنا في جانب بحبه عند فيدال، يمكن ما له علاقة مباشرة بأمريكا اللاتينية، هو رؤيته للعالم العربي. يعني أنا بإحدى زياراتي إلى كوبا حسيت أنه فلسطين موجودة في الوجدان الكوبي، اعذريني على التعبير، أكثر من موجودة بالوجدان العربي.
حسيت فلسطين يعني نجمة قطب عند الكوبيين وعند فيدال تحديدا مش موجودة عند العرب. إذا بتفتحي كمان علاقته مع الجزائر ودوره مع الجزائر، علاقته مع عبد الناصر والناصرية، فمن خلاله اكتشفت شغلة عظيمة أنه هناك كثير من القواسم المشتركة بين العالم العربي والعالم اللاتيني. يعني أنه أمريكا موجودة بالعالم العربي من خلال إسرائيل، هونيك أمريكا ما بدها إسرائيل، موجودة رأسا على الشط مباشرة في داخل أمريكا اللاتينية. نفس التحدي، اللاتيني بتحسيه بيقدر يكون عربي بسرعة، وبتحسي أنه العربي قادر يكون لاتيني بسرعة. والأمر مثير جدا للاهتمام، لأن كل ما وصفت فيدل كاسترو به جعل له أعداء كثر، وهذا ما سنتحدث عنه اليوم. فقد عصر القائد فيدل كاسترو نحو 11 رئيسا أمريكيا وكلهم تقريبا حاولوا اغتياله. نريد الآن أن نشارككم تقريرا أعددناه حول هذا الموضوع. غالبية الشعب الأمريكي لا تعرف أن دولتها حاولت اغتيال القائد فيدل كاسترو على الأقل 638 مرة. لا، لم أسمع بذلك قط. كل شيء معقول، لكنني لم أسمع بذلك. علي أن أجري بحثاً حول هذا الأمر. إن الرقم 638 محاولة اغتيال كان قد أكده فابيان سكالانتي مدير الأمن للقائد فيدال في أوج الحرب الباردة، لكن هناك مصادر موثوقة أخرى عديدة تؤكد أن الولايات المتحدة قامت بمحاولات ممنهجة لاغتيال قائد الثورة الكوبية. نعرف بمحاولات الاغتيال خلال إدارات أغلب الرؤساء الأمريكيين الذين عاصرهم القائد الكوبي. ففي عام 2007 رفعت وكالة الاستخبارات الأمريكية السرية عن 200 صفحة من وثائق، فكشفت أن معظم محاولات الاغتيال في تلك الفترة حدث في خلال إدارة الرئيس جون إف كينيدي. في العديد من محاولات الاغتيال تعاونت وكالة الاستخبارات الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي والمافيات الإيطالية في الولايات المتحدة ومافيات الكوبيين اليمينيين المنشقين والمقيمين في ميامي. والآن سنتحدث مع ضيفنا من الجزائر السيد الصادق بقطاير. أهلا وسهلا بك من جديد. أريد أن أسألك عن القادة اليساريين أو التقدميين الذين لطالما كانوا أهدافا لحملات التشويه، لماذا كانوا موضع احترام على الرغم من هذه الاعتداءات وحافظوا على مكانتهم في قلوب شعوبهم؟ ماذا تفعل الشعوب لحماية رموزها؟ شكرا. أولا تحية لكل مشاهدي الميادين، وأنتم مشكورون على مثل هذه الحلقة حتى نعرف الأجيال الصاعدة بهؤلاء العظماء القلائل في العالم ومنهم الرفيق فيدال كاسترو. والسؤال الذي قلت لي، لماذا تحاول أطراف أن تصفي قادة العالم الزعماء؟ صحيح، أولا لأن هؤلاء الزعماء الذين ما زالت الأجيال تذكرهم وستظل الأجيال تذكر هؤلاء الزعماء مثل فيدال كاسترو الذي نعتبره رمز كبير والرمز الوحيد في العالم خلال القرن العشرين، والذي تحدى الولايات المتحدة الأمريكية بالرغم من الحصار الذي فرض على الشعب الكوبي إجحافا وعنوة طيلة 50 سنة، ولكن فيدال كاسترو ورفاقه الذين قادوا الثورة وتولوا معه قيادة كوبا رفضوا الخضوع للولايات المتحدة، وبقى الشعب الكوبي العظيم الذي نحييه من هنا من الجزائر من بلد الثورة قبلة المقاومين وقبلة الثوار، نحيي الشعب الكوبي العظيم الذي بقى صامدا وشامخا ورافع رأسه ضد تحدي الولايات المتحدة الأمريكية التي خضعت في نهاية المطاف بأن ترفع الحصار على كوبا، لأنها رأت هذه المحاولات الدنيئة اللا إنسانية لن تجدي نفعا. واليوم نحن نتحدث إلى الأجيال الصاعدة التي يجب أن نعرفها بهؤلاء الزعماء القلائل الذين ضحوا من أجل شعوبهم، من أجل مبادئ، من أجل قيم، من أجل المثل، ليس في كوبا فقط وليس في الجزائر فقط، بل نحن في الجزائر نرفع صوتنا عاليا
ضد كل العدوان والتدخل الأجنبي في الشعوب وفي البلدان وفرض الهيمنة على الشعوب، ما زلنا صوتنا عالي ولن نتخلى عن هذا كما هو في كوبا. وأعتقد أن الرفيق في راول كاسترو الذي تولى القيادة هو على نفس نهج الرئيس فيدال كاسترو، بالرغم من أن المعطيات والمتغيرات على المستوى الإقليمي والدولي والجهوي تأخذ بعين الاعتبار لابد من التكيف مع الحفاظ على جوهر المبادئ والقيم. نعم. طبعا سيد الصادق، فيدال أيضا نعم. تمرد على العدو وجهه، حول ثورته إلى مثال يحتذى به سواء من أجل وطنه أم في نضاله الأممي، طبعا من أجل شعوب أمريكا اللاتينية، أفريقيا وآسيا وكل الشعوب العربية. سيد جبران، برأيك هل هذا السبب هو السبب الرئيسي وراء تشويه صورة الزعيم الراحل فيدال كاسترو؟ لا طبعا، هو واضح أنه الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أنه إيديولوجيتها هي المفترض أن تسود العالم، إيديولوجية النهب الإمبريالي. بالمناسبة أمريكا عندها عقيدتين، عقيدة للداخل، عقيدة الداخل، حقوق، حريات، مساواة، ربما اهتمام بالإنسان بشكل سليم، لكن عقيدة الخارج هي عقيدة نهب إمبريالي، استعباد، تقسيم، تدمير، قتل، يعني هذا اللي بتشتغله بالخارج. فالمواطنين بيخلطوا بين أمريكا بالداخل وأمريكا بالخارج. خلي يكون واضح أن أمريكا وجهها الخارجي هو وجه عدواني باستمرار، يعني لا تستطيع أن تتقبل أي تحولات باتجاه إقامة أوطان عادلة وإنسانية. أنا أعطيك فكرة، يعني أو بالأحرى هي صارت معروفة ومتداولة، الثورة الكوبية إلى جانب أنها طلعت من رحم وطني وقومي، لكن أيضا طلعت من رحم الفقراء والمعذبين والمشردين، يعني الذين لا يملكون وجبة في آخر الليل، يعني في المساء، يعني في حال يرسل إلى. إذا بتناقش كل أمريكا اللاتينية تكتشف أنه كان في جوع حقيقي بأمريكا اللاتينية، وكان في اضطهاد وتمييز طبقي وتمييز عنصري، يعني كان في حالات شديدة القسوة على الفئات الكادحة، على الفئات العاملة، على الفئات الفقيرة. يعني بس أنا أقول لك، حد كوبا في بلد اسمه هايتي، كان في شيء اسمه العشاء الأخير. شو هو العشاء الأخير؟ عندما يعني العائلة بتبلش تحس أزمات كتير على توفير المواد الأولية للأكل والشرب، مشان ما يموتوا المرأة أولادها تدريجيا، تعمل لهم وجبة أخيرة بسموها العشاء الأخير، يعني كناية عن صحن رز مسمم بتموت فيه كل العائلة مشان ما يموتوا بشكل تدرجي. يعني بأمريكا اللاتينية مارست أمريكا الشمالية، إلى جانب أنها سرقت الاسم بالمناسبة، يعني هو اسم أمريكا للأمريكيتان، فهي سرقت الاسم وسرقت المواد الأولية من أمريكا الجنوبية وسرقت كل شيء، حتى دعمت كل الأنظمة الفاسدة في أمريكا اللاتينية، هي كانت وراء كل الدكتاتوريات العسكرية بالمنطقة. حتى إذا بدك نظرية المحافظين الجدد اللي نشأت في شيكاغو، اختبار الأول كان في تشيلي، كان بمرحلة بينوتشيه، كانوا عم بيمارسوا المحافظين الجدد الاختبار الاقتصادي السياسي المدار لعم المنطقة. نعم. فطبيعي وقت اجى فيدال على السلطة ونجح بسوردو، هز كل أركان النظام العالمي الرأسمالي، عمل اهتزاز حقيقي وجدي. فيدال كان هو حالي قائمة بذاته، يعني كان الخصم والحليف كانوا ينظروا له نظرة إعجاب، يعني خصمه وحليفه يتعاطوا معه أنه شخص يعني متعدد المواهب. بالمناسبة في عنده خصوصية ما فيك إلا ما تحترميها وتقدريها عاليا، هو هذا البعد الثقافي لعدياء، كان رجل مثقف من الطراز الأول وقارئ من الطراز صحيح. عن هذه النقطة تحديدا أستاذ جبران، زعيم الراحل فيدال كاسترو كان يخصص وقتا للقراءة والكتابة والتأمل أيضا، فكانت وسيلة تواصل بينه وبين شعبه، يلهمه ويطلعه على ما يجري في العالم من خلال تأملاته. ما هي تأملات الرفيق فيدال في هذا التقرير؟ تأملات فيدال.
تأملات فيدال كانت المساحة التي وجدها الزعيم الراحل لمعالجة القضايا المهمة والأحداث العالمية. بدأ بنشرها عام 2007 في صحيفة الجرانما وفي موقع كوبا ديباتي تحت عنوان تأملات الرفيق فيدال. ترجم العديد منها إلى اللغات الإنجليزية والروسية والألمانية والعربية والفرنسية. قال فيدال كاسترو عن تأملاته في إحدى المرات: سمحت لي بأن أتعمق كما أرغب في مفاهيم أرى أنها مهمة كي يمتلكها شعبنا، وهو البطل الرئيسي في التصدي لأي عدوان محتمل كأدلة فكرية، وأيضا بالنسبة إلى البلدان الأخرى التي تعيش في ظروف مماثلة، فهذه المعضلة لطالما شكلت هما بالنسبة إلي. والآن أريد أن أسأل السيد الصادق، هل تعتقد أن هناك خطرا من أن كل شيء أنجزته الثورة الكوبية قد يضيع مع رحيل فيدال في ظل التغيرات التي تعيشها الثورة بسبب تحديث النموذج الاقتصادي، وكذلك بعد إعادة العلاقات مع الولايات المتحدة، تلك الدولة والتي للمناسبة ما زالت تفرض حصارا اقتصاديا شديدا على كوبا؟ قبل أن أجيبك أود أن أشير إلى عام 1973 في قمة حركة بلدان عدم الانحياز والتي حضرها الزعيم فيدال كاسترو، وأنا من الذين يومها كنت صحفي في صحيفة الحزب جبهة التحرير الوطني، وحضرت هذه القمة، وألقى الرئيس فيدال كاسترو خطابه الذي نال صداء كبير ليس على مستوى قمة حركة عدم الانحياز ولكن على المستوى الدولي، وألقى بومدين خطاب في نفس التوجه الذي قال فيه لا يجب أن نترك بلدان العالم، وهو يقصد الولايات المتحدة والدول الغربية، أن تقيم نظام اقتصادي دولي جديد ونظام إعلامي جديد ونحن بلدان العالم الثالث غائبون على المشاركة في هذا القرار. من هنا بدأت المعركة ضد الرئيس بومدين والرئيس فيدال كاسترو، لأنهم بنظر كثيرين وبنظري هم الذين قادوا عملية نقلة نوعية إلى حركة عدم الانحياز التي كانت تدافع على شعوب أو بلدان العالم الثالث أو البلدان التي تواجه الإمبريالية وعملية التعدي على الشعوب العالم والسيطرة على ثرواتها الطبيعية. وأذكر أن الرئيس بومدين عندما توجه إلى هيئة الأمم المتحدة قال له الرئيس كاسترو يجب أن نقوم بثورة جديدة ضد هؤلاء الذين يريدون سلب حريات شعوبنا والاعتداء ونهب ثرواتنا. والرئيس الكوبي الزعيم فيدال كاسترو خرج من أحشاء الشعب الكوبي، الشعب الكوبي الفقير المضطهد الذي تم تجهيله وحرمانه من أبسط الأشياء تاع الحياة. من هنا أعتقد أن طيلة 50 سنة وطيلة حياة الرئيس كاسترو منذ عام 53 انطلاق الثورة الكوبية، لا أعتقد أن المبادئ والقيم المثل التي ضحى من أجلها الزعيم فيدال كاسترو ورفاقه الذين قاموا بالثورة على باتيستا وتبني الشعب الكوبي بنسائه ورجاله قوة كبيرة من القيم والمبادئ والمثل وقناعات أصبحت عقائدية، لا أعتقد أنها ستتزعزع أو تمس، ولكن ستتطور وتتكيف مع المتغيرات الدولية التي تخدم بالدرجة الأولى المصالح الكوبية وليس لمصالح الأطراف التي كانت في الماضي تتربص بكوبا مثل الولايات المتحدة الأمريكية وما كنت أفضل محادثك. إذن لا خوف على كوبا ولا خوف على الشعب الكوبي، لأن الشعوب التي قامت بالثورات وعن قناعة وصلت إلى درجة العقائدية لن تؤثر فيها تلك الأساليب. سنتابع هذه الأفكار طبعاً الإعلامية. سنتابع هذه الأفكار وغيرها السيد صادق بقطايا معنا من الجزائر، ولكن اسمح لنا أنت وضيوفنا الكرام أيضا أستاذ جبران وأبراهام ومشاهدينا بالذهاب إلى فاصل قصير ونعود بعدها، انتظرونا.
ونواصل حديثنا حول فيدل كاسترو وحول حياته ولكونه قائدا ورمزا في العالم أجمع. كانت خطة فيدل كاسترو تكمن في تغيير النماذج الظالمة في العالم، وكان ناجحا في تحقيق هدفه. هل يوجد في الشرق الأوسط شخصيات تشبه فيدل في إنجازاتها، أو مناضلون اجتماعيون يطبقون مبادئ فيدل في نضالهم؟ سؤالي هذا موجه للسيد جبران عريجي ضيفنا، تفضل. طبعا أنا يعني عندي بمنهجية التفكير عندي ما بآمن أنه في منطق واحد للثورة بالعالم، يعني ما في فرد موديله، يعني مش موجود النموذج الواحد، يعني أنه كل مجتمع له خصوصيته بالثورة، له دوره بالثورة وله هويته، يعني لأنه ما بآمن أنه في ثورات بمعزل عن القاعدة القومية أو الأساس القومي بعملية التغيير. هلأ في أفكار ثورية مشتركة في العالم يعني جامعة، لكن ما في نموذج واحد. مشكلات العالم العربي الأساسية اللي بتتميز فيها عن أمريكا اللاتينية هي قصة الاحتلال الصهيوني لقلب الأمة، يعني أنه في زرع كيان استيطاني إسرائيلي، هو مش مجرد مغفر أمريكي متقدم، لا، دولة معادية مزروعة في أرض الأمة. بأمريكا اللاتينية ما في هذا الحال، يعني في يعني ما في كيان غريب بقلب أمريكا الجنوبية، هون في كيان غريب، كيان له وظيفة أمريكية بس كمان له وظيفة خاصة في داخل المنطقة. فمن هون مجمل الثورات بالعالم العربي أو حملة التغيير كانوا بأولويتهم ببرنامجهم تحرير فلسطين، القضاء على هذا العدو الصهيوني. وتجي فكرة العدالة الاجتماعية والشأن الاجتماعي بشكل عام مش بالأولوية، الأولوية كان تحرير فلسطين، الأولوية الثانية وحدة الأمة. هي إشياء ما كانت مطروحة بإلحاح بأمريكا اللاتينية، لكن فكرة رفع الظلم في العالم العربي ورفع الظلم بأمريكا اللاتينية واحدة، مواجهة الفقر بالتنمية، نفس التحدي كان موجود بالقارتين. هلأ الضغط الدولي تقريبا واحد، لأنه أمريكا مثل ما قلت في بداية الكلام هي على الكاريبي، يعني على شط البحر، يعني هي بالقوارب الخشبية الأمريكان يتواصلون مع أمريكا الجنوبية. هون صحيح بعاد عنا بالجغرافيا، لكن زرعوا الكيان الصهيوني حتى يكون بمثابة الوجود المباشر في الجغرافيا. في يعني كان تقريبا التحدي الواحد. في تمايز بنقطتين، انه بالعالم العربي في مناخات اثنيه كثير ومناخات طائفيه، بينما في امريكا اللاتينيه باعتبار الاكثريه هي كاثوليك ما فيها الازمات الاثنيه والازمات الطائفيه، يعني في تعقيدات في العالم العربي غير موجوده في امريكا اللاتينية. لا. لكن تحدثنا عن دعمه بالنهاية لقضايانا العربية، وتحديدا كما ذكرت أستاذ جبران عن القضية الفلسطينية وخسارة قضايانا العربية لهكذا زعيم كفيدال كاسترو، وبالتالي لم تخسر كوبا وأمريكا اللاتينية وحدها فيدال، بل خسرته فلسطين وسوريا والجزائر وتونس والعالم العربي من مشرقه إلى مغربه. بعضهم مما قاله الشارع العربي في الزعيم الراحل فيدال كاسترو: تحية إلى روح أنا فيدل كاسترو زعيم الثورة الكوبية، هذا الزعيم الأممي الذي معناه ساند كل حركات التحرر العالمي، ساند الثورة الجزائرية، ثورة المليون ونصف المليون شهيد، الذي أدرك منذ أن حمل السلاح ضد أشكال الإمبريالية العالمية أن كل أشكال الديمقراطيات الليبرالية هي ديمقراطيات مزيفة، وأن الديمقراطية الحقيقية هي الديمقراطية التي تنهض بهموم المواطن العادي والتي هي تقوم على العدالة الاجتماعي. فيدل كاسترو هو أيقونة للنضال وللعزة وللكرامة، يكفيه فخر أنه عاش 50 سنة
تحت حصار مضروب من طرف أعتى الإمبريالات في العالم، وبناء أحسن منظومة تربوية في العالم، وبناء أحسن منظومة صحية للشعب الشعب الكوبي، ولم ينحني ولم يطأطأ رأسه لقوى الاستعمار في العالم. بالنسبة لي أنا فيدل كاسترو هو الثورة، ولكن الثورة التي لا يجب أن تبقى مجمدة ولكن يجب أن تتطور. هذاك علاش ربما الفكر الذي بدأه فيدل كاسترو قابل أنه هو يتطور بتطور البشرية، وتأتي بعده مراحل أخرى تبني على ما بنى عليه فيدل كاسترو. فهو رجل ثوري، رجل عنده إصرار، عنده عزيمة، يهتم بالطبقة الكادحة. هو رمز من رموز الثورة الشيوعية، رمز من رموز الثورة الإنسانية التي قادت الشعب الكوبي للتخلص من حكم الدكتاتورية الذي كان يقودها باتيستا. فيدل كاسترو استطاع خلال أكثر من 45 عام الصمود والتحدي أمام الرأسمالية التي فرضت حصار أكثر من 45 عام على كوبا من أجل طمس معالم الإنسانية فيها. هو المعلم الأول لكوبا ولكل صوار العالم. فيدل كاسترو عندما أسس وبدأ الثورة الكوبية لم تقتصر ثورته فقط على كوبا، هي أسست لمنهج اشتراكي عالمي متكامل عنوانه كيف يمكن أن نتحرر من كل الهيمنة الإمبريالية والتدخلات الأجنبية في دولنا وفي شؤوننا. هو له قضايا مشرفة تجاه القضية الفلسطينية، وكرر عدة مرات ضمن المحافل الدولية من أجل إعادة جولان لسوريا ومن أجل إعادة حقوق الشعب الفلسطيني. صعب إنه الواحد يوصفه بهذا الوقت، لأن إحنا من الزمن اللي عم نعيشه نتأمل إنه يكون في فيدل كاسترو جديد. السيد الصادق، يعني تحدثنا منذ بعض الوقت عن أن فيدل هو صديق الجزائر الوفي، إذا ما أردنا الحديث أيضا عن الشبه اليوم بين الثورتين أو ما الذي يربط تحديدا فيدل بالجزائر، ماذا نقول عن أوجه الشبه بين الثورتين؟ أولا أقول على أوجه الشبه أن قلت لك بين الثورة الكوبية في 53 وثورة نوفمبر 54 سنة، ونفس ضد نفس العدوان في كوبا ضد الدكتاتورية والاعتداء على الشعب الكوبي، تفقيره تجهيله لنهب ثروات، وفي الجزائر استعمار فرنسي استيطاني كاد يريد أن يفقد الشعب الجزائري انتمائه العربي الإسلامي، ولكن لم تستطع فرنسا بعد 125 سنة. أوجه الشبه، أولا هو هناك قيم ومثل مرتبطين بها الدولتين وما زالت إلى يومنا هذا وستبقى، وهو ما قاله الرئيس راول كاسترو إن العلاقات الجزائرية الكوبية التي بدأت منذ الثورة ثورة كوبا في 53 وتكرست بعد استقلال الجزائر في عام 62 ستظل هي نفس العلاقات، لأن لهم نفس الاستشراف حول المستقبل، لهم نفس الاستشرافات حول قوة العدوان قوة الاستعمار، وبالتالي الجزائر وكوبا، وهذا ما يزعج العديد من البلدان أن كوبا والجزائر نفس الموقف. نأخذ مثل قضية فلسطين، الجزائر البلد العربي الوحيد تقريبا الذي ليس له علاقات مع الكيان الصهيوني، لا تحت الطابلة ولا فوق الطابلة، وما زلنا نقول ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. كوبا أيام الرئيس كاسترو والآن راؤول كاسترو ما زالت تقول لابد من تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته وعاصمتها القدس. في قضية الصحراء الغربية، كوبا تستقبل أكثر من 2000 طالب يدرسون في مختلف المجالات في كليات الطب والهندسة ومختلف البيولوجيا والآخري، وما زالت كوبا معترفة بالجمهورية العربية الصحراوية وتقول لابد من تمكين شعب الصحراء الغربية من حقه في تقل المصير. في القضايا التمييز العنصري، كانت كوبا لها علاقات مع جنوب أفريقيا مع حركة التحرر في جنوب أفريقيا ضد الميز العنصري وضد الأبرتايد، وبقت كوبا كالطود الشامخ بقيادة الزعيم الراحل فيدل كاسترو، وكانت مواقف كاسترو في جميع قضايانا العربية من السباقين في إعلان الموقف الواضح، مثل ما فعل الزعيم الراحل تشيفيز عندما سحب اعترافه بإسرائيل. البلدان العربية للأسف الشديد يومين إسرائيل تقتل تدمر تعتدي تنتهك تسجن الفلسطينيين والفلسطينيات وهم يقيمون علاقات مع هذا الكيان الصهيوني الغاصب. من المهم أيضا أن نذكر أن الشعوب قد اعتنقت بشكل مباشر هذا النضال الذي بدأ مع فيدل كاسترو، ف
فمثلا لنشاهد مراسم تأبينه في فنزويلا في ثكنة لا مونتانيا حيث يرقد جثمان القائد هوغو تشافيز. فهناك ودعت فنزويلا القائد التاريخي للثورة الكوبية قائلة إلى اللقاء، نريد أن نشارككم ماذا حصل هناك في التقرير التالي. كوبا وفنزويلا شعب واحد، نضال واحد، واليوم فإن ألمنا واحد. بعد تشافيز رحل فيدال والدموع تذرف، لكن اليوم لم ينتهي المشوار، ومن غير المسموح أن نرتاح، بل يجب مواصلة النضال والدفاع. كانت عشرة أعوام قد مضت على عناقهما الشهير عام 1994، وعندما أسس فيدال وتشافيز الألبا وهو تحالف الخيار البوليفاري لشعوب أمريكتنا، شكل أداة للتكامل والنمو، إضافة إلى البرامج الاجتماعية التي كانت قد أعطت ثمارها. وهكذا أصبح التعاون بين كوبا وفنزويلا ملموساً وبلغ ملايين الفنزويليين. بعد حرمان جعل ظلام الليل أكثر سواداً، توجه مئات المتطوعين في مجال العناية الصحية إلى حيث قلة أرادت الوصول، وذلك لتسديد الدين التاريخي للإنسانية في وجه نظام التهميش الذي كان سائداً. لقد أصبحت طبيباً بفضل الثورة الكوبية، أصبحت طبيباً بالرغم من أنني ابن عائلة متواضعة، وأعتقد أن هذا هو أحد الإنجازات التي أعطانا إياها قائدنا. وطريقتي في تقديم الشكر لما حظيت به كانت في المجيء إلى فنزويلا، وأن أكون هنا وأعلم الأطباء المتخرجين من هنا أن يعملوا إلى جانب الفقراء ومع الفقراء. فيدال يرحل لكن مثاله يبقى، وبالنسبة إلى فنزويلا أيضا فهي ترفع جبينها عاليا، كريمة ومتحدية بمقاوميها وبمضيها قدما منذ بداية الثورة. أي شعب في أي لحظة وتحت أي ظروف يجد في فيدال وتشافيز المفتاح المثالي للانتصار في المستقبل. فنزويلا تعرف هذا جيدا، وتعرف أن مثال فيدال دين لنا مع التاريخ، لذلك يجب أن يكون عام 2017 عام النصر والتخلص من المصاعب التي نواجهها. المفتاح موجود في فكر فيدال ومثاله. الوطن أو الموت، سننتصر، كما كان يقول فيدال. ونستمر في حوارنا مع ضيفينا حول موضوع القائد فيدال كاسترو. سيد جبران عريجي، نموذج قيادة فيدال كاسترو هل ترك أثراً ما في القيادات السياسية في الشرق الأوسط وحتى في المجال الاجتماعي؟ هل يشعر الرجال والنساء الذين يحاولون بناء مستقبل أفضل في الشرق الأوسط بتأثير النموذج النضالي لفيدال كاسترو وللثورة الكوبية؟ لا، عملياً كتير كان في تأثر بفيدال بالأوساط الصحفية والسياسية بالعالم العربي، خاصة يعني عند الأحزاب اليسارية واللي ساعد على ترويج الفكرة الكاسترويّة بالعالم العربي حضور جيفارا إلى جانب كاسترو. يعني كان جيفارا هو المدخل لدخول الكاسترويّة، إذا بين هلالين فينا نستعمل المصطلح هذا، إلى العالم العربي، تماما مثل ما عبد الناصر عمل شيء بالأمريكا اللاتينية كانوا يسموه الناصرية. يعني تأثرت كتير شخصيات في هذيك المرحلة، مرحلة دول عدم الانحياز، كان في تفاعل كبير بين القاضي التاريخيين مثل عبد الناصر وفيدال كاسترو، حتى في يعني أوجه كتير من الشبه إذا بدنا نتحدث بين فيدال كاسترو وبين عبد الناصر، كان في كتير أوجه من أو نفس الصعوبات والمواجهات كانت بالنسبة للطرفين. يعني كان في شيء عم بيتبلور ولم يكتمل، هو خلق قوة عالم ثالث محصنة بالحرية ومحصنة بالاستقلالية ومحصنة باقتصاد
متفق فيه وقادرة تحل الأزمات الاجتماعية، يمكن ما وصل لأعلى مراتبه، يعني فشل نتيجة الحرب الباردة وعواصفها وكذا، لكن ما في شك أنه كان في دور تاريخي يعني لعبه فيدال بخلق مناخات ثورية عالمية، مثل ما عبد الناصر، مثل ما كتير مفكرين بالعالم العربي وبأمريكا اللاتينية. على أي حال الثورة تبدأ الآن، والثورة لن تكون أبدا مهمة سهلة، بل هي عملية قاسية ومليئة بالأخطار قبل أي شيء آخر. هذا ما ردده الزعيم الراحل في خطاب النصر في الأول من يناير كانون الثاني عام 1959. أستاذ الصادق، أعود إليك وأنت معنا من الجزائر، برأيك ما الذي يحتاج العالم العربي كي تكون ثوراته مشابهة نوعا ما للثورة الكوبية، ثورة تنتصر، لا بل أيضا تنتصر وتستمر؟ أولا دعني أشير فقط، أفتح قوس، أن الرئيس فيدال كاسترو والرئيس جمال عبد الناصر الذي كان زعيما قومي والرئيس بومدين وعدد من الرؤساء الذين قرروا إنشاء مجموعة 77، ومجموعة 77 فيها أكثر من 100 دولة، وقالوا يومها لكي نعمل التعاون جنوب جنوب حتى نتصدى للإمبريالية والاستعمار بمختلف أشكاله. وفعلا مشت هذه الفكرة لمدة سنوات طويلة، ومحتوى أو صلب هذه مجموعة 77 هو الحفاظ على ثروات بلدان العالم الثالث والاتفاق على الأسعار التي كانت تفرض عليهم بأن تكون أسعار مقبولة مقابل هذه الثروات التي كانت تستنزف. طبعا العالم العربي والذي نحن جزء لا يتجزأ منه، ومرحلة المد الثوري والقومي في العالم العربي للأسف الشديد قد تقلصت في السنوات الأخيرة، بحيث أصبح كل النظام عربي يبحث عن مصالحه الخاصة، وأصبح لا توجد ثقة بين القادة العرب بكل صراحة. ولكن الشارع العربي حتى المثقفين الذين كانوا يساريين ويحملون أفكار ثورية وأفكار قومية أصبحوا الآن في صف اليمين ولم يحركوا شيء، لأن هذا العمل الشارع العربي كل الشعوب العربية بدون استثناء تريد التطور والنهضة والحرية والعدالة والاستقلال والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير. هناك العديد من الآليات التي يمكن لنا نحن في الوطن العربي أن نحققها، والعالم العربي الذي حباه الله بموقع جيوستراتيجي وثروات وقوة بشرية وإمكانيات، ولكنها للأسف الشديد لم توظف لمصالح شعوبنا العربية، إلا أنها طبعا هناك شعوبنا أو أنظمتنا مدخولة من أطراف عديدة التي تحاول ألا تتوحد هذه الأمة ولا تكون قوة اقتصادية أو قوة سياسية أو قوة عسكرية إلا بكيفيات منفردة، وكل له تصوراته وتوجهاته واستشرافه الخاص بنظامه، وهو ما نتأسف له نحن في الوطن العربي. ولكن هذه الأمة التي هي خير أمة خرجت للناس لا يمكن أن تمر بكبوات، ولكنها سوف لن تبقى هكذا، ولا بد أن تنهض، لأننا مجبور علينا نحن الفاعلين في المجتمع، وهو ما لم يوظف إلى يومنا هذا إلا في مقالات هكذا في الصحف، بأن الوطن العربي هو الآن في مرحلة صعبة، الوطن العربي مشتت، الوطن العربي منقسم، الوطن العربي يجب أن يتحد، الوطن العربي له كل الإمكانيات، ولكن حتى قوة الحوار لم يكن هناك حوار بيننا لكي نتخذ موقف واحد ضد الأطراف الأخرى التي ما زالت تستهدف الوطن العربي وتريد تمزيق هذا الوطن. وانظر ماذا يحصل في سوريا، أليس هذا الذي يحصل في سوريا هو مؤامرة على البلدان العربية؟ لأن عندما تضرب سوريا كدولة ممانعة ودولة قومية ودولة ذو مكان جيوستراتيجي تضرب من أطراف عربية ودولية، هذا هو استهداف الوطن العربي، يضربون سوريا والعراق ويضربون اليمن. ولا تزال المقاومة مستمرة اليوم في كوبا، الكوبيون يحافظون على تلك المقاومة، وأريد أن أواصل الحديث حول هذا الأمر، ولكن سنقدم لمشاهدين تقريرا حول هذه الأيام التسعة من الحزن الشديد في كوبا بسبب انتقال القائد فيدل كاسترو إلى الأبدية، في وقت لم يقل الناس حول العالم أجمع وداعا، بل قالوا إلى اللقاء. فلنشاهد.
استيقظ الكوبيون يوم السبت في 26 من تشرين الثاني نوفمبر على خبر لم يشاءوا سماعه أبداً في حياتهم. فيدال قد مات. كوبا في حداد والشعب حزين. لطالما كان فيدال قائداً يعمل لصالح شعبه. كان بمثابة أب للجميع، هكذا استطاع مثاله أن ينتشر في العالم. ببساطته ونبله، والصفة الخاصة جدا به هي أنه لم يكن يهتم بحياته الخاصة، بل كان يهتم أكثر بحياة الآخرين. أحد ألغاز فيدال أيضا هو كيف أن الأعوام لم تؤثر على رؤيته المعاصرة في فهم الحقيقة. كان قائداً ومفكراً كبيراً، استطاع أن يتحدث مع أفقر الفقراء ومع أكثر المثقفين ثقافة، وفي النهاية كان يدهش الجميع. تكمن عالميته في بساطته، في أسلوبه بتفهم الأفكار الأكثر تقدماً في العالم. وفي الوقت نفسه كان يسأل طفلاً كيف يشعر، أو يسأل عجوزاً عن صحته ونظره. ذلك هو فيدال الذي استوعب واهتم بمشاعر الإنسان. يقال إنه ذات مرة طلب منه أن يعتني بنفسه أكثر لأن كوبا بحاجة إليه، فأجاب أنه هو من يحتاج إلى كوبا. هكذا وبشعار أنا فيدال ودع الكوبيون القائد الأعلى لثورتهم التي انتصرت عام 1959، والآن يكمن التحدي في الحفاظ على مشروعه للوطن على قيد الحياة ومضاعفة التمسك بأفكار وقيم وأمال رجل لن يتكرر. فيدال القائد والرمز كان عنوان هذه الحلقة من بودير معا نستطيع. شكرا لكما ضيفينا الكريمين، الأستاذ الصادق بقطايا عضو المكتب السياسي في حزب جبهة التحرير الوطني، كنت معنا من الجزائر، وكل الشكر لك سيد جبران عريجي الرئيس السابق للحزب السوري القومي الاجتماعي على مشاركتنا في هذه الحلقة. شكرا. شكرا جزيلا على وجودكم معنا وعلى مشاركتكم إيانا أراءكم ومعارفكم. شكرا. هناك من يتحدث عن فيدل كاسترو كنموذج سلبي فيتهمه بالديكتاتورية، لكن النموذج انتصر. اليوم ملايين الناس في كل العالم يشكرونه على مبادراته البطولية، ومنها نجد كيف أن الآلاف قد استعادوا حاسة البصر بفضل مشروع الأعجوبة ميلاغرو، وكذلك المشروع الصحي الذي وصل إلى الملايين في أمريكا اللاتينية وفي الكاريب وفي دول أخرى من العالم. هناك من أصبحوا يجدون القراءة والكتابة بفضل خطة محو الأمية. هذا هو فيدل كاسترو. وفي العالم العربي أيضا عرفنا فيدال ببزته الخضراء وأحببناه لتواضعه، لعنفوانه، لثورته ولمناصرته أيضا طبعا للقضايا العادلة. منا كل الشكر فيدال كاسترو روس لهذا الإرث الذي تركته لنا. خونتوس ماس فورتس مان ناستاتيا. Zoom out شوي. 3, 2, 1, cue.